تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي معلومة ومستمرة، وسوف نستمر في التعاون مع أصدقائنا في أوكرانيا للعمل على تخفيف آثار هذه التبعات، لأنها لا تؤثر فقط على أوكرانيا، تؤثر على العالم أجمع، بالذات دول العالم النامي، وهنا علينا مسؤولية خاصة في التعاون كمجتمع دولي لتخفيف هذه الآثار. في الختام أود أن نؤكد أيضا أن نحن نستمر في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، والشركات السعودية موجودة منذ زمن في أوكرانيا وتستثمر مبالغ كبيرة ولها دور جيد إيجابي في الاقتصاد الأوكراني، ونبحث عن فرص لاستمرار هذا التعاون وتوسيع مجال الاستثمارات بين بلدينا الصديقين لمزيد من تعميق هذه العلاقة.